يخبرنا لوقا في إنجيله عن قصة حياة الرب يسوع، ويعرض أيضا قصص الرب يسوع نفسه التي سردها في لحظتها، ويضع إنجيل لوقا أمامنا أعظم قصة على الإطلاق بعد التحقق من كل الأمور بعناية ومنذ البداية. ثم يكتب لوقا قصة حياة الرب يسوع بالترتيب والتسلسل تماما كما ظهرت قصة حياة الرب يسوع تاريخيا. فقصة الميلاد ذكرت أولا، ثم قصة الرب يسوع في الجليل مع تفاصيل ما قاله وما عمله بين الجليلين. بعد ذلك يحكي لوقا قصة الطريق إلى أورشليم مع عرض رحلة يسوع إلى أورشليم ليصلب. إن نقطة ارتكاز هذا الإنجيل هو الأصحاح 15، حفلة العشاء التي من خلالها يتم سرد وبصورة تلقائية قصة أخوين، أحدهما هو الأكبر وظاهريا يبدو مطيعا والأصغر متمرد. يظهر في القصة أيضا الوالد المميز الذي أحب كل الولدين، وبصورة درامية أمام الناس يعبر عن حبه غير المشروط. إن قمة حياة الرب يسوع هي الصليب والقيامة، وكلما درسنا إنجيل لوقا بتمعن أكثر ونعيش باتحاد مع إلهنا الحي المقام يسوع المسيح، نكتشف أن قصة حياة الرب يسوع هي قصة لا تنتهي في الواقع، هي قصتنا كمسيحيين مؤمنين. يسوع المسيح حي فينا اليوم، وحياتنا هي فصول مستمرة من القصة العظيمة لحياة الرب يسوع، أعظم قصة على الإطلاق.